السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معنا فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنسيح السمن الزبدة البلدي وهنعمل منها أحلى سمنة، ونقولك خطوة بخطوة معايا من أول ما نحطها على النار لغاية ما نحطها في البرطمانات إن شاء الله. أنا جبت السمنة بتاعتي وحطيتها بره التلاجة قبل ما أشتغل فيها بحوالي ساعة بس، ما بطولش عليها بره عشان طعمها ما يغيرش وتفضل طعمها حلو زي ما هي وما تفقدش جمالها وحلاوتها. وبعد كده بحطها على النار، والنار طبعا لازم تكون هادية وتسيح براحتها بقى واحدة واحدة كده. انت ممكن تعلي النار في الاول وانت واقفة جنبها تبتدي تسيح، وبعدين توطيها خالص خالص. هوريكي بقى بعد ما ساحت خطوة بخطوة معانا شكلها ايه. ادي كده لسه هي ابتدت تسيح اهيت وتتغطى، قلبي فيها بصورة مستمرة عشان ما ترصبش تحت، لان اللي بيرصب مع الوقت هتبصي تلاقيه في الاخر اتحرق منك، فبتحتاجي تقلبيها كل شوية. وده شكلها على النار هادية جدا. لو النار عندك هادية زيادة عن اللزوم ممكن تعليها شوية عشان تغلي معاكي على طول. اهي ابتدت تغلي معايا اهي، اللي في النص ده الابيض ده هي كده ابتدت تغلي. هي بتبتدي الاول تعمل رغاوي كتير كده وتفور معاكي، عشان كده لازم دايما تكون الحلة اكبر من السمنة بكتير، علشان لو فارت وعليت معاكي ما تدلقش معايا منك. لا انت ايه، بتعملي حسابك من الاول بتحطيها في حلة كبيرة. اهي الرغاوي اهي ابتدت تزيد في ايديكي بقى المعلقة بصورة مستمرة وتقلبي. اهي وصلت معانا لكده اهيت، ما تنسيش تقلبيها طبعا. معاكي بالشكل ده كده بتعرفي انها ابتدت تستوي. اهي شايفة النقط اللي في النص دي اللي مش سمنه، هي تبتدي بقى الايه الرغاوي دي تقل تقل وتبتدي تختفي وتبقى صافية معانا، ونعرف انها دخلت خلاص في المراحل الاخيرة. طب انا هضيف لها ايه، معلقة ملح حسب كمية السمنة اللي انتي بتعمليها. ومع الوقت هتبصي تلاقي، بصي كل الرغاوي اللي على الوش ابتدت تقل معاكي بالشكل ده، وهتبتدي تخش في التسوية، هتبتدي تدخل بتلاقي لونها ابتدى يصفر كده، يعني ايه بداية الصفار كده. مش هنتقل عليها علشان مش عايزينها تتحرق، احنا عايزينها تسيح صح علشان ما تبص مننا، وفي نفس الوقت عايزينها ما تغمقش عشان ما تتحرقش وتمرر معاكي. وخلي بالك دايما ان انت لو سبتيها كتير هتبص تلاقيها حتى بعد ما تطفي اتحرقت. بصي بقى شايفة، شايفاها صافية ازاي. اما بتدخل في التسوية كده بتروحي طافية النار عليها وسايباها تهدى. طيب هتعرفي ازاي، لو انت بقى لسه جديدة كده واول مرة تسيحي السمنة، هتجيبي المغرفة وتعبي بيها. بصي شايفاها رايقة ازاي وصافية، تعرفي بقى انها ايه استوت معاكي ووصلت للمرحلة الصح، مدام شايفة المغرفة من خلالها. وبعد كده بقى بعد ما بتطفي عليها بتسيبيها تبرد شوية وتعبيها في البرطمانات وهي دافية. طبعا انت بتصفيها من الايه من المرتة بتاعتها وتعبيها. هنا باينة معاكي اهي الحروف صفرة، حروف السمنة من على الحلة، تعرفي انها استوت. ولما تصبيها كمان وتصفيها هتلاقي المرتة نفسها لونها مصفر مش ابيض، لو لقيتيها بيضه يبقى هي ما استوتش معاكي. شايفاها صافيه وشفافه وجميله. البرطمانات طبعا بتكون نظيفه وناشفه ما فيهاش اي ميه، وتبتدي تعبيها كده تعرفي ان انت عملتيها بطريقه حلوه ان شاء الله. وبكده اكون خلصت معاكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.